في البيت الأكبر. العزف المنفرد لا يكفي يا علي. المناسبة غير عادية يا علي، نجاح الرباعي. نحن الأربعة اجتزنا امتحانات آخر العام بدون جروح. كتبت اليوم شيئا يشبه الأغنية. يتعلم فينا التأليف. من يتحملني غير أخوتي؟ صاحبوني في الغناء، فأنا أخاف عندما أغني وحدي. كل الذين يقولون ذلك أصواتهم رديئة. عندما ننجح نسعد، ثمن الجد المؤدد. عندما ننجح يرقى الكون فينا يتجدد. عندما ننجح نسعد، ثمن الجد المؤدد. عندما ننجح يرقى الكون فينا يتجدد. عندما ننجح نزهو، نعتلي هام الدنا، نرقى ونعلو، وتطوق النفس للراحة في يوم الإجازة. عندما ننجح نزهو، نعتلي هام الدنا، نرقى ونعلو، وتطوق النفس للراحة في يوم الإجازة. عندما تأتي الإجازة تشرق النفس سعادة، ويلف الكون نور مذهل مذهل. عندما تأتي الإجازة تشرق النفس سعادة، ويلف الكون نور مذهل مذهل. يشحن النفس بطاقة حتى تأتينا الدراسة، فيدق الباب عام مقبل، فيغني الطير للدنيا، فيغني الطير للدنيا، فيغني الطير للدنيا، ويشدو البلبل. من يقدر على منع الناجحين من الابتهاج؟ دعهم يغنوا ويفرحوا. يا أم عمر، وهل سيكتفون بالغناء طوال شهور الإجازة؟ تمنيت لو أن أحدهم ذهب إلى تلك المكتبة التي تحولت إلى مجرد قطعة ديكور للعرض وليست للاستعمال. شيماء تهوى القراءة في أشهر الإجازة. في إجازة العام الماضي شيماء لم تقرأ إلا كتابا واحدا ثم خاصمت المكتبة. لا أحبذ القراءة الإجبارية، تحدث آثارا عكسية. فلنفكر في وسيلة أخرى يصادقون فيها المكتبة ويصالحون الكتاب.
بأمره هذا الطارق على الباب؟ ألم يسمع عن اختراع اسمه الجرس؟ هذه دار السيد عبد الرحمن؟ نعم، هذه داره. أبلغه بوصولي. أبينكما موعد؟ قل له الكندي. تقصد الكندي بفتح الكاف والنون من كندا. أنا لا أعرف كندا هذه، ولكنني من كندا بكسر الكاف وسكون النون. ليس بالعالم بلد اسمه كندا. لا تتباهى بعدم المعرفة. من يا علي؟ من؟ رجل يقول إنه من بلد اسمه كندا. يا مرحبا يا مرحبا، لا أكاد أصدق بعيني، الكندي عندنا. يا مرحبا، أهلا أهلا، فيلسوف العرب عندنا. ومعي ضيف عزيز. من؟ إنه أبو جعفر محمد بن جرير. ابن من؟ ابن جرير، ألا تعرفه؟ لا أعرفه جيدا. أعاونك. من؟ إنه من إقليم طبرستان. الطبري. هناك مدرسة اسمها الطبري. هل تصدق في بيتنا؟ أهلاً أهلاً أهلاً، حياك الله. الطبري والكندي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. هل ندخل؟ تفضلا. ليس على خريطة العالم شيء اسمه كندا أو طبرستان. أقرب زائرين دخلا بيتنا كأنهما خارجان من متحف أو من مسلسل تاريخي. لا تسخر من زوالنا يا علي. تعال وعاين بنفسك. أنت تهوى المبالغة. والدنا العزيز هو الذي يبالغ في توزيع الألقاب عليهم. لقد أثرت فضولي يا علي. من يصدق أن أشقائي الكندي والطبري؟ ولكن أيها الشقيق الأكبر، حاول أن تبدل صوتك. أنا أبدل صوتي؟ أعرف أن هذا صعب جدا، من لا يعرف صوتك؟ ولكن حاول حتى لا يفطنوا لك. يا سيدي الكندي والطبري، حاولا أن لا يكتشف الأولاد أمركما، وإلا خسرنا اللعبة. المفروض أن تندهشا إذا ما رأيتما التلفاز، الفيديو، المذياع، الدش. وأيضا يجب أن تتعجبا وتنبهرا إذا ما سمعتما عن الآيس كريم والهمبرغر. تذكرا بأنكما ضيفان من القرن الثالث الهجري، ولأن هذه الأشياء لم تكن موجودة في زمانكما. حاولا تقمص الشخصيتين بإتقان. ولكن هذه أول مرة أمثل فيها، وأنا لم أمثل من أيام الدراسة. انتبه جيدا حتى تنجح اللعبة. ما دمت موسيقارا فقدم لنا بصوتك بعض أغاني. نعم نعم نعم. حاضر حاضر يا ابنائي. يا شادينا. ضيفنا الكريم، ضيفنا الكريم ليس مطربا. ضيفنا العالم الكندي، مؤسس أول مدرسة للموسيقى العربية. مثل ما كان إسحاق الموصلي مؤسس أول مدرسة للغناء. أظن أن الفارابي هو الذي وضع العود. تظن؟ من الذي أبلغك بهذه الأكاذيب؟ الكندي هو الذي مهد الدرب ليسير عليه الفارابي وابن سينا. يكفي أنه أول من وضع قواعد الموسيقى. يكفيه فخراً أن سلم الموسيقى العربية الحديث هو الذي كان عنده ذاته. أنا عندي عود. لديك عود؟ هيا هيا يا ولدي، خذني إليه بسرعة. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مؤرخنا الكبير الطبري عندكم؟ نعم عندنا. قل له إني وصلت. ومن سيارتك؟ أنا ابن الأثير. ابن الأثير؟ يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المؤرخ الكبير عندنا. المؤرخ الثاني. ومن الأول؟
إنه ابن جرير الطبري الذي أرخ للعالم الإسلامي حتى العام الثاني من القرن الرابع الهجري. وأنت يكفيك كتابك الكامل في التاريخ الذي دونت فيه أحداث العالم الإسلامي خلال 7 قرون ونصف القرن. لن أنسى أنك قلت منذ قرون مضت إن قضاء المرأة جائز في كل الأحكام. نعم، فزوجتي تشرف على تحرير صحيفة يكتب فيها رجال ونساء. نعم نعم، على كل حال الحمد لله. العود على أيامنا كان أصغر حجما، وكان طول الوتر 30 إصبعا فقط. أنا معجبا بالعود. ما دمت معجبا بالعود هكذا فلا بد وأنك قرأت أحد كتبي، خاصة كتاب المصوتات الوترية وكتابي في تأليف النغم وصناعة العود. لا، لم أقرأهما. ولا كتبي في الفلك؟ الفلك؟ لا. ولا كتبي في الكيمياء؟ لا، ولا حتى الكيمياء. ولا في الرياضيات؟ كتبت ذلك كله يا أستاذ؟ أعترف بتقصيري، ولكن أعدك أن أقرأها في المرة القادمة. تعال واسألني واختبرني أيضا. غريبة حكاية الزوار 3، تشبه ما نراه في الأفلام الخيالية، لكن صبرا جميلا حتى ندرك الحكمة من وصولهم إلى بيتنا نحن بالذات. في 7 من عمري حفظت القرآن الكريم، وشجعني والدي رحمه الله على طلب العلم وعلى حب الترحال، فسافرت لآخذ ولأتعلم من محمد بن حميد الرازي، وذهبت إلى مصر وإلى الشام. وأنا أيضا سافرت إلى الشام وعاودت زيارة حلب ودمشق، وشاهدت بنفسي المعارك الدائرة بين صلاح الدين الأيوبي وبين الصليبيين. لكنك يا سيدي قسوت على صلاح الدين. من الذي أبلغكم بذلك؟ هذا الكتاب هو الذي أبلغنا بذلك. صلاح الدين تلكأ في الاستيلاء على سور بعد عكا، مما أضاع فرصة سانحة للقضاء على الصليبيين نهائيا. وأنت يا سيدي لك في مكتبتنا كتاب. أهو كتاب آداب النفوس؟ إنه جامع البيان في تفسير القرآن. اطمئن، حقوقكم المالية محفوظة. ماذا تعني؟ يقصد أن المؤلفين يحصلون على عائد مادي كلما أعيد طبع كتبهم. أنا متنازل عن نصيبي. كتبنا للمنفعة العامة، ربما وجدت فيها الأجيال التالية الدرس والعبرة. تعال. ماذا؟ كل هذا الوقت في غرفة علي؟ كررها 5 مرات وقال أعترف بقصوري. نعم، وأعدك بأن أطالع كتبك كلها. لقد أقنعته بأنني الكندي، أقنعته لدرجة أنني صدقت. صدقت ماذا؟ صدقت بأنني الكندي. وهذا الحذاء أهو ملائم للقرن 3 الهجري؟ وهذه الساعة أكانت في زمن الكندي الحقيقي؟ الحقيقة أنه سهو غير مقصود. علي ولدي لا يسهو أبداً، لا يسهو، إنه دقيق الملاحظة دائماً. أخشى أنه لمح الساعة والحذاء العصري ويكتشف أن زيارتكم ما هي سوى تمثيلية. هيا 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 أيها الشقيق الأكبر. طبيعي أن يأتي الطبري مع الكندي، فهما من أبناء القرن 3 الهجري، ولكن كيف يأتي ابن الأثير وهو من القرن 7؟ لا أدري، أنا مندهش مثلك يا علي، كيف يأتي أشخاص من القرن 7 والـ3 إلى بيتنا مباشرة؟ عندي دليل يثبت أنها تمثيلية. ما هو؟
ألم تلاحظ الحذاء العصر الأنيق والساعة البراقة عند الكندي العالم الجليل؟ ما رأيك؟ هذا أفضل، ولكنه ضيق قليلا وأوجع رجلي. الصبر، لقد أوشكت مهمتكم على الانتهاء. ولا تنسى أنت قادم من عصور قديمة بعيدة سحيقة. نسأل الله التوفيق. الساعة، الساعة. أوه. كنت وضعكم في ورطة. كنت أن تضعنا في ورطة. نعم. وضعتنا وانتهى الأمر. استاذنا الكندي. نعم يا بني، ماذا تريد؟ عفوا، كنت سأسألك سؤالا لكنني نسيته. إذا تذكر ثم سألني. عجيب، أكنت واهما؟ بالتأكيد لم أجد ساعته ولا الحذاء العصري الذي تحدثت عنه. لا يهم إذا كان الحذاء جديدا أو قديما، المهم إنه أحرجني. أحرجك؟ نعم، ظهرت أمامه كأنني أجهل أمور الدنيا، وأنا اكتشفت جهلي بهم. أشياء كثيرة تحدثوا عنها لم أفهمها ولا أنا، حتى لو أنها كانت لعبة تمثيلية فقد أوضحت لنا أننا لا نهتم بالقراءة العامة. هيا هيا يا ابن الأثير، هيا يا طبري، لقد حان وقت الرحيل. وانتهت الزيارة. نعم انتهت. أقرب ما شاهدت عندكم هذا المسمى التلفاز، إنه حقا عجيب. والأعجب من هذا وذاك هذا الذي يسمونه الهاتف المشغول. الهاتف المحمول. والعطور، العطور التي أفضت في الكتابة عنها عندكم أحدث منها. شرفتمونا يا سادة. وليتكم تكررون هذه الزيارة. أنا سأكررها بشكل آخر. شقيقي الأكبر. خالونا. وأنا سأزوركم مرة أخرى ولكن بدون تنكر. خالكم سعد. خالي سعد. وهذا هو جدكم. جدي. أنتم الذين أرغمتمونا على ذلك. لقد فهمنا، لا نريد تفسيرا ولا تبريرا. أريد كل ما في المكتبة عن الكندي. تقصد ما كتبه عن الموسيقى وعن الفلك والعطور والكيمياء. وأنا أريد كل ما في المكتبة عن الطبري وابن سينا وابن الهيثم والرازي. وأنا سأقرأ كل ما في المكتبة عن ابن الأثير وعن الأصمعي وعن أبي حيان التوحيدي وعن الجاحظ وعن ابن بطوطة. قائمة الأجداد الأفذاذ طويلة. وأنا أعدكم بقراءة كل هذه الكتب. سامحونا أيها الأجداد، فأنتم في الذاكرة.
أسرار.